يؤكد الخبراء أن الاقتصاد المغربي يعرف انتعاشا وحركة متنامية رغم الوضع الاقتصادي العالمي الصعب، وبفضل الإصلاحات التي أنجزت ينمو الاقتصاد المغربي بوتيرة سريعة وصلت إلى 4.8% العام الماضي، مما سمح بتوفير 114,000 فرصة عمل جديدة. نفذ المغرب سلسلة من الإصلاحات الهيكلية طالت اقتصاده وجعلت نظامه المصرفي مطابقا للمعايير الدولية، وتتجلى تلك الإصلاحات في مراجعة قانون الصفقات العمومية، ترشيد أسلوب إدارة صندوق الموازنة، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تحسين مناخ الأعمال عبر تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية، إضافة إلى الإصلاحات الضريبية والتي تسمح بتحسين القدرة التنافسية للمقاولات وتحد من الفوارق الاجتماعية.